المغرب مستهدف لأنه دولة عريقة تمتد لأكثر من 12 عشر قرنا فضلا عن تاريخها الأمازيغي الطويل وتتولى أمورها ملكية ومواطنة منذ أزيد من أربعة قرون في ارتباط قوي بين العرش والشعب. والمغرب مستهدف أيضا لما يتمتع به من نعمة الأمن والاستقرار. التي لا تقدر بثمن وخاصة في ظل التقلبات التي يعرفها العالم ورغم ذلك فالمغرب والحمد لله معروف بسمعته ومكانته التي لا نقاش فيها وبشبكه علاقات واسعه وقويه ويحظى بالثقه والمصداقيه على الصعيد على الصعيدين الجهوي والدولي.